الأب ديالي ما كانش باغي الفن بالمرة، وما كانش راضي على الفن بالمرة، وآخر لحظة قال لي الله يهديك. دائما كان كيقول لي أنا عارف راسي والد مرأة ولكن عود مسلح، أنا عارف كشنو كتسوي، لكن بنتي الله يخليك فكري لقائك مع الله، ونتمنى من الله إن شاء الله نكون في هذيك النصيحة اللي قال لي إن شاء الله تكون في أقرب وقت إن شاء الله. علاش لا؟ كما كنقول أنا بالنسبه بالله يعني باش عايشين، ما عندناش ما خصناش، يعني ما كنظنش أني نقدر نكمل بزاف ديال الوقت إلا بقيت في الحياة إن شاء الله. بإذن الله السنة، هذه السنة إن شاء الله اللي إحنا عايشينها ما عرفناش واش غادي نعيشوا ولا ما غاديش نعيشوا، ما غنخدمش 3 شهور، بشويه باش ان شاء الله اوغفواغ، بشويه اوغفواغ، وانا نكون محبوبه ومازال كلشي كيموت عليا، وكنقول لهم باي باي ان شاء الله. الا تكونسونطريتي مع الدين غيكون احسن، علاش لا؟ وصوتي انا نغتنم صوتي، يقدر يكون في الذكر، علاش لا؟ نقدر نذكر ها، وبدل ما نجمعوا الناس مثلا نغنيو لهم، نقدروا نجمعوهم باش نذكروا عادي ان شاء الله. الله يجعلنا متذكرين شاكرين يا رب.